السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبين لكم وصفة جميلة جدا، بس قبل ما نقول الوصفة يلا كلنا كده نشترك في القناة ونعمل لايك وتفعيل جرس علشان يوصل لكم كل جديد وكل حديث. النهاردة جايبين وصفة للثعلبة. للثعلبة، ثعلبة الرأس او ثعلبة الذقن. الثعلبة ديت عبارة عن مرض مناعي، يعني علاج بالكيماويات، يا اما علاج بزيت الزيتون والليمون والثوم. وصفة جميلة جدا ومش هتخلينا نحتاج لأي علاجات. يعني ممكن في ناس كتير قوي جربت العلاجات وما جابتش نتيجة معاها، ان المرض المناعي ده مش سهل لانه بياخد فترة طويلة من العلاجات. عندنا النهاردة هنجيب الثوم والليمون. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفصص الثوم وندقه وننعمه خالص كده. هنجيب كمان عليه عصير الليمون، نعصر ليمون ونجيب عليه ونحط اهو ليمون وثوم مع بعضهم. هنعمل ايه؟ هنجيب عصير الليمون نحطه على الثوم كده ونقلبه كويس جدا ونهرسه جامد قوي. نفضل نهرس فيه كده. لأول مرة يشوف قناة ناني محمد يعمل لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس ومشاركة كده وكومنتات حلوة ونشوف الوصفة الجميلة النهاردة بتاعت الثعلبة دي. وصفة حلوة جدا، وصفة ممتازة، هتدعولي ان شاء الله. بنعمل ايه؟ عملنا الثوم وعملنا الليمون مع بعضهم. بنجيب اي قماشة نظيفة بنطبقها كده وناخد كده من الثوم ونحطه على الثعلبة وندعك لمدة يعني دقيقتين تلاتة كده. ندعك في المكان المصاب اللي هو مش طالع فيه الشعر، يا في الذقن يا اما فين في الشعر. بيقعد ربع ساعة المسحوق ده عليه كده، المطحون ده هو كده عليه على الحتة المكان الفاضي، بيقعد ربع ساعة عليه على بال ما ايه ما ياخد وقته شوية. ممكن هنلاقي ان في حرقان شوية كده او تعب من الثوم والليمون عليه على الشعر او على الدقن، هيحرقنا شوية كده عشان الخلايا بتاعة الدم بتتحرك مع الليمون والثوم. بعد ربع ساعة ان شاء الله هنغسله. بعد ربع ساعة بعد ما هنحط الثوم والليمون وندعكهم على المكان المصاب جدا يعني شوية كده، هنغسله بعد ربع ساعة. بعد ربع ساعة نقوم جايبين ايه؟ زيت الزيتون. زيت الزيتون ودهنين بيه يلطف لنا المكان عشان ما يحصلش تهيج من الثوم او الليمون. زيت الزيتون ده بيلطف جميل جدا ومهم جدا، وبيخلي بصيلات الشعر تتغلغل كده وتطلع بسرعة. الوصفة دي ان شاء الله هنعملها لمدة 3 شهور، مرة الصبح ومرة اخر النهار بالليل. وصفة ممتازة جدا هتعجبكم، ولما تعجبكم قولولي رأيكم في الكومنتات الحلوة بتاعتكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك وتفعيل الجرس ومشاركة مع الحبايب والاصحاب واي حد تعرفه ان عنده اي تعب. وموجودة الوصف وصفات في القناة، ابعتوا له يا جماعة، لازم نساعدوا بعض ولازم نشاركوا مع بعضنا زي ما قلت لكم قبل كده، ولازم نجتمع كده على ايد واحدة ان احنا لازم قنواتنا تبقى من احسن القنوات. اما تعجبكم الوصفة ابعتولي وقولولي رأيكم
وتلات شهور ان شاء الله وهتلاقوا الشعر طلع عادي زي الاول خالص. واستنوني ان شاء الله في الوصفة الجاية.